السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وعدت المتتبعين ديالنا والمشاهدين ديالنا باش الرد على هذه المرتزقة ديال لصوص مال العام واتباعهم في العيون واصحاب السراهيم حول الزيارة اللي قام بها الدكتور الخطاطي نجا رئيس مجلس الجهة الداخلة والذهب، اللي كان عنده واحد الزخم كبير لا من حيث الزخم الاجتماعي أو السياسي أو الترابط ما بين بلاد شنقيط وجنوب المملكة المغربية الشريفة، واللي خالقين وحدين اللي مجندينهم واللي تأكدنا واللي تكلموا معنا واللي قلناه في فيديوهات سابقة أنهم يخلصوا باش يبخصوا كل عمل يقوم به ذا الراجل، اللي الخدمة أولا الوطنية اللي هي قضية جوهرية لدى الشعب المغربي العظيم، وبصفتنا احنا أولاد ذي المنطقة وخلقنا فيها وانقطعت صرتنا فيها وذا كامل اللي بيقولون احنا فيه. ذا الراجل كانت الزيارة دياله ناجحة، نقد نقولها 100%، لأن الاستقبال الكبير اللي ما راح حد منهم من هذا الناس اللي يرسلوا هاد المرتزقة ديالهم وعلى رأسهم صحفي ضامه والسيك اللي بلغ به الخبث، حتى أنه عاد حتى الموتى رحمة الله عليهم عاد يخدمهم من أجل المصالح السياسية البخسة وخدمة لأجندة خارجية التي تعادي وحدتنا الترابية. إذن الخطاطين جا و460 مليار اللي كان تكلم عليها في الاجتماع الأخير، والتنمية اللي شافتها جهة الداخلة والذهب، وخاص يعرف السامع أو المتتبع للشأن المحلي أن 460 مليار اللي قالوا عنها انصرفت وقالوا عنها ردها لموريتان وعدل بها في موريتان وهكذا، الخطاط ينجح وللمجلس الجهوي والجهات الداخلة وادي الذهب بصفة عامة ما يقد يصرف درهم إلا بموافقة من وزارة الداخلية. هذا شيء قطعا، يعني لا طعنتوا أنتم في ذا الراجل تطعنوا في وزارة الداخلية، ولا طعنتوا في وزارة الداخلية كتطعنوا في مصداقية الدولة المغربية الشريفة. هذا باش نكون واضحين، باش نبين المتتبع ونبين للرأي العام. إذا أنتم ما حد قلتوا عندكم هذه المسائل، إيوا قدموا للمحكمة والمحكمة تبث، ما هو أنكم تشهروا وتبخصوا خدمة الوحدين اللي كانوا حاكمين المنطقة أو كانوا منتخبين سابقين، وثبت الفشل ديالهم، اثبت نهبهم للمال العام، لأن احنا ولاد الداخلة وحنا ما نتخزنوا. هادو اللي يتكلموا في مواقع وهمية وفي الديفو كونت واللي يدعو علينا واللي يسبونا، يعني حجتكم ضعيفة، نحنا ما نشوف ذاك المنوال ديالكم، احنا اللي نتم نوضحه للرأي العام. وفي نفس الوقت نشكره مجلس الجهة الداخلة والذهب لعقده اتفاق شراكة مع والي جهة الداخلة والذهب وتحويل بعض الأموال على حسب علمنا من أجل تنقية وتطهير ديال الداخلة في الأزبال، واللي شفناها وشفنا السيد الوالي ولاية جهة الداخلة والذهب عاد يخدم العمل اللي تقوم به البلدية، عاد هو البلدية شاكرين له ذا الموقف، شاكرين له ذا الموقف. هذا كيبان من الوطنية، يعني الوطنية راه لا تقاس ولا تشترى، وطنية كتكون في القلب. إذا نرجع للموضوع ديالنا، ديال الزيارة ديال الجمهورية الإسلامية الموريتانية للدكتور خطاط نجا، واللقاء البهيج والشعبية الكبيرة اللي عنده في موريتانيا، واللي كتعكس واللي لا ينعكس عليها المسائل اللي كتخدم القضية الوطنية، يعني ترابط الشمال بالجنوب. وهذا الشخص ما دام كان عنده الإجماع لغالبية ساكنة جهة الداخلة، هناك إجماع عاوتاني للشقيقة موريتانيا والشيوخ ديالها والاستقبال اللي حار، يعني الناس تبغيه. شوفكم انتوما منين تمشوا فما يديها فيكم حد،
ولا عانى بكم حد، وحتى في الداخلة شعبيتكم طاحت طاحت تدنت. علاش؟ عدتوا تمشوا تستنجدوا بالعيون وتستنجدوا بالمرتزقة ديالكم، هادو اللي هادو ما يطلقون على أنفسهم صحافة، وهذا صحافي ضمه السيك اللي تم طرد دياله من 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 الوظيفة العمومية بسبب تحدي دياله، ما هو باغي يخدم ما هو باغي يعمل، والناس قالوا له دخل تخدم هو ما هو باغي. في واحد الوقت اللي راه الشباب العاطل وراه الشباب يعاني امرين، وهي تراكمات ديال الاسلاف اللي كانوا سبقوا الخطاب، اللي وظفوا ولادهم وظفوا صحاباتهم وظفوا شي جامعة عنده حتى مستوى دراسي، واللي كنا نحن ضحية ديال هاد المسائل. يعني احنا كنتكلموا اليوم من اجل لهذا الاجيال الجايه نديروا اللي علينا كمال الله، يعني ماني طامع في حد يعطيني، لان الغالبيه ديال هاد خصوم ما يطلقوا عليهم خصوم الخطاطين، جا وقال لك انت ما تخلص وانت ما يعطيك، انا ما نحاني حد يعطيني، انا نتكلم بناء على قناعه وبين وجهي، ولاني خايف من حد، خايف من ذاك اللي خلقني. رغم كيدكم والمكائد وذا الكامل وذا اللي تجيبهم ولي ثاني، احنا ضاربين بحساب كل شيء، ولكن قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله علينا وكلمه الحق سنقولها. إذا الزيارة ديال الخطاطين جا هي زيارة وطنية في رأينا نحن كمتتبعين الشأن المحلي، وزيارة ناجحة، وهذا اللي يطلسوا ديال هادشي ديال السينسو أنا كامل أكل عليه الظهر والشرب. الصحراء مغربية وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ما عليها، ونحن نتكلموا بناء على الخطاب الملكي السامي اللي قال كل واحد يتكلم من الموقع ديالو، كل واحد يدافع على القضيه، ما هو انا واحد اللي ندافع كما قال صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله، قال وحنا كندافع من الموقع ديالنا ومن المسائل من القناعه ديالنا ومن المساله اللي تخدم القضيه الوطنيه اللي هي قضيه جوهريه لدى الشعب المغربي العظيم. ما نكثر، كان شكر الدكتور خطاطين جاء على هذا العمل الجبار اللي قام به في زيارته الى الشقيقه مولتنا والاستقبال وحفاوه الاستقبال اللي تلقاه من شيوخ القبائل هناك، والدعوات اللي قالوا هاي القضيه اللي انجاح الدبلوماسيه اللي يقوم بها الخطا اللي ما شفناها في السابق من عند هذه الخصوم، ما يطلقوا عليهم خصوم ديالو. وهاي المساله يقول لك دار 706 مليار ودار وفعل فعل، انتم راكتو كادين الشان المحلي، وكان والرغم ان قله ذيك الفضل اللي كانت نعطاها لكم هي كنتو تحكموها، يعني من سرق برا سرق بقره، هذا ما نكذبوا على راسنا. وذو المرتزقه ديالكم اللي يدعوا علينا واللي تصيفطوهم لنا لا يزيدنا هذا الى قوه، هذا كيبين النجاح ديالنا على الخدمه اللي كنعدلوا للقضيه الوطنيه، والخدمه اللي كان عنده الراجل اللي خدام واللي فتبارك الله عليه والله يعاونه والله يوفقه خدمه للصالح العام وراء القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين. وعزاؤنا واحد في وفاه والدته رحمها الله، وأسكنها فسيح جناته وأدخلها مع الصديقين والشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.